السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيبة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله معادنا مع درس للصف الثاني الاعدادي وهو نص في حب مصر. طبعا النص ده طلب مني كتير، هو كلماته صعبة شوية، هو طويل وكلماته صعبة، ولكن لما بنفهم معناها وبنحفظ المعاني بنقرأ الشرح بنلاقي الكلمات جميلة جدا وبنحب النص وبنلاقي النص سهل جدا. النص ده بيتكلم عن الوحدة الوطنية بين المصريين، ان احنا دايما في حب وفي تآلف وفي وحدة وطنية سواء مسلمين او مسيحيين، وكلنا كلنا بنجتمع في حب مصر، كلنا بنجتمع على حب مصر، كلنا سواء احنا مصري مسلمين او مسيحيين كلنا بنجتمع على قلب رجل واحد، كل ده امام بلدنا وامام وطننا، وكلنا بنجتمع في خدمة وطننا، واذا وطننا دالنا كلنا بنكون بنلبي النداء، ما بنبصش مين المسلم ومين المسيحي، وما بنفرقش بين اي واحد وديانته، اهم حاجة ان احنا في الاخر مصريين، بيجمعنا وطن ايه؟ واحد. الشاعر هنا بيتكلم قلنا في حب مصر، مين هو الشاعر اللي بيتكلم في حب مصر؟ هو الشاعر محمد عبد المطلب. وطبعا يا سنة تانية زي ما انا قلت لكم قبل كده احنا خلاص كبرنا، فممكن يجي لنا سؤال ويقول لنا ماذا تعرف عن الشاعر، او من هو قائل النص وماذا تعرف عنه، او ماذا تعرف عن قائل النص. ده سؤال ممكن يجي في الامتحان، هو ما بيجيش كتير قوي ولكن ممكن يجي، فكون انا مستعدة. طالما هو كده كده الكتاب بيديني نبذة عن الشاعر، احفظوا النبذة دي، اهم حاجة انكم تعرفوا هو ولد فين وامتى وتوفي امتى، ده اهم حاجة. مش شرط بقى تحفظوا مؤلفاته او الكلام ده، بالرغم انه ممكن يجي يقول من مؤلفات الشاعر كذا كذا في النقط في الاختيار، يعني ممكن انا عايزة اكون مستعدة لاي سؤال يجيني. تمام يا سنة تانية؟ تمام. تعالوا نشوف من هو الشاعر محمد عبد المطلب. الشاعر محمد عبد المطلب هو شاعر مصري ولد في محافظة سوهاج عام 1871 ميلادية، مدرسة مشاركة في الحركة الوطنية وليه مؤلفات كتير جدا، مش مهم ناخد في المؤلفات بتاعته. وتوفي عام 1931، يبقى ولد 1871 وتوفي 1931. ودايما يا ولاد انا دايما بجري على طول، ساعات ما اعرف هو ولد امتى وتوفي امتى، بجري احسب اشوف الشاعر ده مات وعنده كام سنة، عشان لو انا فاكرة الوفاة، لو انا افتكرت الميلاد ونسيت الوفاة احسب السنين واجيب تاريخ الوفاة بتاعته، او لو انا فاكرة الوفاة ومش فاكرة الميلاد اجيب التاريخ بتاعه. هي ده طبعا فيها من وانا لسه طالبة زيكم كده، كانت ساعة ما اشوف ولد سنة كذا وتوفي سنة كذا على طول اطرح واجيب هو مات وعنده كام سنة، عشان افضل حطاه في دماغي لو نسيت اي تاريخ اجيب التاريخ التاني. تمام. فانا حسبت لقيت ان هو توفي وعنده 60 سنة 1871 وتوفي 1931، يعني حسبتها لقيتها 60 ايه سنة، توفي وعنده 60 سنة. فدايما يا ريت الحاجات البسيطة دي خدوا بالكم منها وركزوا فيها. طبعا اللي عايز يوصل لحاجة او يثبت المعلومة بيثبتها بأي شكل هو سهل بالنسبة له. تمام يا ولاد. قال ايه الشاعر في حب مصر؟ قال: تنكر ما بي من هواها لها العذر، زهاها الصبا والحسن والحسب الوفر، رويد كأن في العلا يوم ننتمي، كلانا أبوه النيل أو أمه مصر، لنا ذروة أو أمه مصر، لنا ذروة المجد الذي تحت ظله، تناسلت الأحقاب واعتمل الدهر، وإن أنكروا ملك ابن يعقوب بيننا، فموسى على ما أنكروا شاهد بر، بنينا على آداب عيسى وأحمد، منازل عز دونها يقع النسر. الشاعر هنا بيكلم مصر، وكان ساب مصر فترة وسابها، يعني خرج من مصر فترة تغرب ورجع تاني لمصر، فحس ان مصر بتعاتبه على بعده عنها، فراح قايل ايه؟ أتنكر، ده استفهام، أسلوب استفهام، بدأ بأسلوب استفهام. أتنكر مصر أي أتجحد، الألف ده هي يا ولاد، ألف الاستفهام، الألف ده هي ألف الاستفهام، يعني زي بالظبط هل سؤال، زي هل بالظبط، هل تنكر ما بي من هواها، بالظبط الهمزه زي هل، بتكون الاجابه عنها بنعم او لا، ولكن هنا الاستفهام مش على معناه الحقيقي، هنا الاستفهام انكار وتعجب والقاء اللوم، يعني بيعاتب وبيلوم مصر ان هي بتنكر وتجحد، تنكر معناها تجحد، تنكر معناها ايه؟ تجحد، اتجحد ما بي من هواها، هواها يعني حبها، يعني مصر بتنكر حب ليها، لها العذر، يعني انا هديها حجتها وعذرها، العذر يعني الحجه. تمام يا اولاد. لها العذر، زهاها، زهاها يعني جملها وحسنها، جملها وايه؟ وحسنها.
الصبا يعني صغر السن، الصبا صغر الايه؟ السن. يعني الشاعر بيقول مصر تشحد وتنكر حبي لها وهواي وهوايا وحبي لها، فلها العذر الا انها انتهى حجتها. ليه؟ لانها جملها وحسنها الصبا، بتتدلع يعني مصر بتتدلع عليه من جمالها ومن حسنها، فزهاها الصبا، زهاها اللي هو زهاها يعني جملها وحسنها، الصبا يعني صغر السن، والحسن يعني الجمال، الحسن يعني الجمال، تمام يا ولاد؟ الحسن يعني الجمال، والحسب، الحسب الوفر بقى يعني الحسب اللي احنا بنقول عليه لما يكون حد عنده شرف ورفعة، تمام؟ الحسب اللي هو الشرف، الوفر اللي هو الكثير، تمام؟ طيب لما اجي اشرح البيت ده ونقول اشرح باسلوبك، وركزوا كويس قوي، اشرح باسلوبك يعني ما نحفظش شرح الكتاب وما نكتبش ورا حد ونحفظ، لا نفهم، نفهم. انا حافظه المعاني اهو، ابدا انسق بقى كلامنا باسلوبنا، باسلوبنا، تمام؟ اتنكر مصر ما بي من هواها، يعني تنكر مصر حبي لها، هنشيل ما بي من هواها ونكتب حبي لها. اتنكر او اتشحد مصر حبي لها، لها حجه، انا اعطيها حجتها، يعني انا اعطيها الحجه واعطيها العذر. ليه؟ لانه قد جملها وحسنها صغر السن والجمال والشرف الايه؟ الكثير، والشرف الكثير، تمام يا اولاد؟ عندها شرف وعندها حزن فبتتدلع، انا هسيبها تتدلع ايه؟ شويه. وتنقل الشاعر من كلامه على مصر الى كلامه للناس اللي بتشكك في او بتعمل فتنه ما بينه وما بين ما بين المصريين وبعض، يعني اللي هو ما بين المسلمين والمسيحيين. اتنقل كلام الشاعر من مصر بعد ما كان بيخاطب مصر وبيشبهها كده بالفتاه الجميله، وقاعد يعظم فيها وفي جمالها وحبه ليها، ويوصف في حبه ليها. اتنقل الى كلام عن الانسان او الناس اللي بتوقع ما بين المصريين وبعض، ما بين المسلمين والمسيحيين، وبتعمل فتنه ما بين المسلمين والمسيحيين. ام اي ايه؟ رويدك، قال الشاعر رويدك، رويدك يعني طبعا ده اسم بمعنى الفعل، معناها مهلا، تمام؟ رويدك يعني مهلا. إن في العلا يعني احنا اللي كلنا في العلا، يعني في الرفعة وفي الشرف. يوما ننتمي كلانا، يعني نحن المسلمون والمسيحيون، كلانا يعني المسلم والمسيحي، كلانا احنا الاثنين، ابوه النيل او امه ايه مصر. احنا كلنا كمصريين ليه بننتمي؟ الاب واحد وام واحده، الاب الا وهو النيل، والام وهي ايه؟ مصر. يبقى كلنا بننتمي لاب واحد وهو النيل، وام واحده وهي ايه؟ مصر. يبقى بيقول له مهلا، تمهل رويدك، يعني تمهل. ان في العلا احنا الاثنين كلنا، ويقصد بها ان ده جم، احنا كلنا في الايه؟ في العلا وفي الرفع وفي الشأن. يوم ننتمي كلانا، يعني احنا الاثنين بقى، يقصد بكلمة كلانا المسلم والايه؟ والمسيحي. يوم ننتمي ايه؟ كلانا ابوه النيل، يعني ننتمي الى اب واحد وام واحدة، الاب وهو النيل والام وهي ايه؟ مصر، تمام يا ولاد؟ تمام. وبيكمل كلامه بيقول لنا ذروة المجد الذي تحت ظله، يعني احنا وصلنا الى قمة المجد والرفعة. ذروة يعني قمة، والمجد يعني الرفعة والمعالي. لنا قمة الرفعة والشرف برضو، تمام؟ العلا والشرف والرفعة كل دول معنى واحد. الذي تحت ظله تناسلت الأحقاب واعتملت ظهره. تناسلت يعني توالدت أو تولدت، تناسلت يعني تولدت، الأحقاب يعني الأجيال، واعتملت ظهره يعني تقلب الزمن، الظهر يعني الزمن. وطبعا كلمة الأحقاب معناها الأجيال أو الأزمان الغير محددة، الأزمان الغير إيه؟ محددة. فأنا أعتبرها كلمة الأزمان أو الأجيال، الأجيال تمشي برضه، تمام يا أولاد؟ فبيقول لنا قمة المجد، كلانا كلنا كمصريين لنا قمة الإيه؟ المجد والشرف الذي تحت ظله تولدت الأجيال والأزمان
وتقلب الزمن، يعني تولد ازمان كتير تحت ظل المجد اللي احنا عايشين عنه، اللي هو يقصد به مجد اجدادنا الفراعنه اللي عملوه اجدادنا الفراعنه. طبعا احنا عايشين على حسه لحد الان، تمام؟ هو ده اللي يقصد الشعر، ان احنا وصلنا لقمه المجد واحنا عايشين تحت هذه الازمان، والزمن عمال يتقلب واحنا عايشين تحت هذا المجد وفي ظل هذا المجد. وان انكروا ملك ابن يعقوب بيننا، لو حد قدر ينكر، ينكر يعني يجحد، وان جحدوا، انكروا يعني جحدوا ملك ابن يعقوب. طبعا ابن يعقوب ده المقصود بمين؟ سيدنا يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام لو هم بينكروا ملك سيدنا يوسف في مصر وقعدته في مصر، وطبعا ده شرف لينا احنا كمصريين ان سيدنا يوسف وسيدنا موسى عاشوا في مصر، تمام؟ وكان لهم فضل عظيم جدا جدا في مصر، وكانت مصر برضو لها فضل كبير وعظيم على هؤلاء الانبياء، فطبعا ده شرف لنا احنا كمصريين. وان جحدوا ملك ابن يعقوب، ان ملك سيدنا يوسف عليه السلام بيننا، فموسى على ما انكروا شاهد بر. لو هم بينكروا في فضل سيدنا يوسف وحياته وفضل مصر عليه وفضل هو على مصر وقعدته في مصر وملكه في مصر وما قدمه لمصر، فموسى نبي الله موسى كليم الله على ما انكروا شاهد بر. يفتكروا بقى اللي سيدنا موسى عمله في مصر واللي سيدنا موسى قعدته اللي قعدها في مصر، وده طبعا كله شرف له وفخر للمصريين. يبقى هنا الشعب بيفتخر بوجود سيدنا يوسف عليه السلام وسيدنا موسى عليه السلام في مصر، وبيتكلم طبعا احنا عارفين قصة سيدنا يوسف وعارفين ان هو اجا كان خلاص اخواته رموه في البئر، ولولا ان في ناس مصريين كانوا بيشوا من البئر فاخدوه وباعوه هنا لملك في مصر اللي هو كان الملك اللي هو عاش عنده في مصر وكان عزيز مصر وعاش في بيته وتربى في بيته لحد ما في يوم من الايام كان هو عزيز مصر، تمام يا اولاد؟ فهو بقى بيتكلم على الكلام ده وبيعرفنا ان هو ده الشرف لينا احنا كمصريين، ان سيدنا يوسف عاش في مصر وسيدنا موسى عاش في مصر، والرسول صلى الله عليه وسلم وصى على على مصر، وده كله شرف لمصر، وطبعا كلنا عايشين تحت هذا الشرف. وإن جحدوا ملك سيدنا يوسف عليه السلام بيننا، فموسى على ما جحدوا شاهد بر، يعني شاهد صادق، صادق وشاهد على كل اللي حصل وعلى مجد مصر وعلى رفعة مصر وعلى شرف مصر. يبقى ما أنكروا يعني ما جحدوا، شاهد بر، بر يعني شاهد صادق، تمام؟ الشاعر عايز يقول لي ان انكر اي الاعداء العدوين، طبعا مش هينكر ده اي حد مصري، اي عدو اذا حب ينكر فضل مصر وينكر قيمة مصر ومكانة مصر، فان انكروا ملك ابن يعقوب فموسى على ما انكروا شاهد بر. فملك ودور مصر في تنشئة سيدنا يوسف عليه سيدنا موسى عليه السلام خير دليل على عظمة وعلى مكانة مصر. بنينا على آداب عيسى وأحمد، يعني احنا بنينا على آداب عيسى، آداب عيسى يعني المبادئ التي علمنا إياها سيدنا عيسى عليه السلام وعلمنا إياها سيدنا محمد عليه السلام. احنا تربينا على سواء المسيحيين اتربوا على آداب سيدنا عيسى عليه السلام، والمصريين والمسلمين اتربوا على مبادئ سيدنا محمد، شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فدول اتربوا على يد نبي ودول اتربوا على يد نبي، وتعلمنا فيهم الأصول والمبادئ والشريعة الإسلامية والعدل والحق والرحمة والسلام، كل دي مبادئ احنا تعلمناها على أيدي الأنبياء، سواء مسيحيين اتربوا على أيدي سيدنا عيسى وسواء مسلمين. منازل، كلمة منازل معناها درجات ومراتب. عز يعني رفعة وشرف. شوفوا كام كلمة الوقت قلناها رفع وشرف، قلنا المجد رفع وشرف، العلا رفع وشرف، والعز برضو رفع وشرف. دونها يعني تحتها يقع النسر. كلمة النسر هنا يا أولاد معناها مجموعة من النجوم، على شكل مجموعة من النجوم تشبه النسر، تشبه النسر، عشان كده يا أولاد سموها النسر.
دونها يقع ناس. يعني احنا الدرجات المنازل اللي احنا بنينيها ودرجاتنا ومراتبنا ودرجات مصر الرفيعة، النسر اللي هي النجوم بتقع تحتها، تحت درجات. يعني احنا علينا النجوم، احنا عدينا النجوم، يبقى هو بيمدح فيه مصر ومجد مصر ورفعة مصر وشرف مصر ان هو عدى وفاق بقى اعلى من النجوم. النجوم بقت تقع ايه تحته، دونها يقع ايه الناس، يعني تقع النجوم تحت هذه المنزلة وهذه المكانة التي بنتها مصر او الذي بناها ابناء ايه مصر على مبادئ سيدنا عيسى عليه السلام وعلى مبادئ سيدنا محمد عليه السلام. وطبعا الشعر زي ما انتوا وصلكم دلوقتي ان هو بيتكلم ان احنا كمسلمين ومسيحيين واحد، كلنا في وطن واحد، نخدم هذا الوطن ونحب هذا الايه الوطن. طيب قبل ما ادخل على اللي في لسه هم 9 ابيات، انا عملت 5 لسه في 4 ابيات. قبل ما ادخل على ال4 ابيات التانيين نجيب الجماليات بتاعت الابيات دي عشان همسح واكتب ال4 ابيات التانيين. اول حاجة اتنكر ما بي من هواها، اول حاجة اسلوب استفهام، وطبعا الغرض منه مش الغرض استفهام الحقيقي، ولكن الغرض هنا اظهار اللوم على ايه مصر ان هي بتنكر حب الشاعر ليها. وكلمة لها العذر، هنا قدمنا الجر والمجرور، المفروض اتنكر ما بي من هواها العذر لها، فهو هنا قدم لي الجر والمجرور وده للتوكيد، يبقى اسلوب توكيد بوسيلته تقديم الجر والايه والمجرور. وطبعا اتنكر ما، هنا كلمة ما للعموم والشمول، تفيد العموم والايه والشمول، يعني ما كل حب لها ويفيد كل ايه عموم والشمول. زهاها الصبا والحسن والحسب والوفر، شايفين الوا وا وا، ساعة ما يجي يسألني في أي بيت ويقول لي لما كرر الشاعر العطف ليه عطف كتير، أقول له للتعدد والتنوع، للتعدد والايه والتنوع. هنا بيعدد وبينوع في جمال ووصف وحسن ايه مصر، بيقول زهاها الصبا والحسن والحسب الايه الوفر، يعني بيوصفها ان هي صبيه صغيره جميله، وبيوصفها كمان ان هي حسنه وتتمتع بالجمال والحسب الوفر اللي هو الشرف الايه الكثير. يبقى هنا تعدد العطف او تكرار العطف هنا يفيد التعدد والايه والتنوع في محاسن ايه مصر. وشبه هنا مصر بالبنت الجميله بالفتاة الجميلة اللي زهاها أو جملها الصبا، وشبه الصبا والحسن والحسن والوفر بأنه أدوات تجميل تجمل إيه مصر، يبقى أدوات تجميل تجمل مصر. تمام يا أولاد؟ تمام. الجماليات دي بجيبها من فهمي، افهموا وبعدين هتلاقوا الجماليات جميلة جدا جدا. طب لو أنا مانيش عارفة كل الحاجات دي هروح قايلة تعبير جميل يدل على وأشرح. لو أنتوا قدام الجماليات في الامتحان جاب لكم سؤال وما انتوش عارفين تجيبوا الجمال اللي فيه، اكتبوا تعبير جميل يدل، وخلاص يعني ما قدرتوش خالص، ولا تلاقيتوا اسلوب امر، ولا تلاقيتوا اسلوب نهي، ولا تلاقيتوا اسلوب قصر، ولا تلاقيتوا اي كلام من ده ومش عارفين تجيبوا التعبير، قولوا تعبير جميل يدل واشرحوا اللي قدامكم. تمام. رويدة كإن في العلا، إن طبعا هنا بيتكلم بناء الجمع وده بيدل على ان المصريين كلهم واحد. تمام، يبقى على الوحدة الوطنية بين كل المصريين. ورويدك ده على فكرة يا ولاد هو اسم بمعنى الفعل تمهل، يعني معناه. وهنا بيقول كلانا أبوه النيل أو أمه مصر، طبعا شبه هنا النيل بالأب، شبه هنا تصوير للنيل بالأب، يبقى تعبير جميل يصور فيه النيل بالأب وتصوير لمصر بالإيه بالأم. تمام يا ولاد. تمام. لنا ذروات المجد الذي تحت ظله، هنا شبه المجد بالجبل العالي الشامخ اللي ليه قمة، ذروة يعني قمة، شبه المجد بالجبل العالي اللي ليه قمة واحنا على اعلى هذه الايه القمة. وشبه برضو المجد بالشجرة اللي ليها ايه ظل. تمام يا اولاد، شبه المجد بالشجرة اللي ليها ظل، يبقى هنا تشبيه للمجد بانه جبل عالي ولذروة، وشبهه كمان بانه ليه شجرة وان هو شجره وتحت ولها ظل. تمام. تناسلت الاحقاب واعتملت ظهره، الاحقاب هنا شبهها بكائنات حيه تتناسل. الاحقاب انا قلت اللي هي الازمان، الاحقاب هي الازمان، فالازمان بتتغير، فهو شبه الاحقاب هنا بيقول لي تناسلت الاحقاب، فتناسلت، هل الاحقاب تتناسل يعني تولد تتوالد؟ لا، يبقى هنا شبه الاحقاب بكائنات حيه ايه تتوالد. وفي بين الاحقاب، بين الاحقاب وبين كلمه الظهر ترادف، لان الاحقاب معناها الازمان والظهر معناها الزمن، يبقى هما الاثنين بينهم وبين بعض ايه
ترادف. وان انكروا ملك ابن يعقوب، طبعا ده اسلوب شرط، وان انكروا ملك ابن يعقوب فموسى على ما انكروا شهيد، ده جواب الايه الشرط، ان انكروا ملك ابن يعقوب بيننا فموسى على ما انكروا شهيد ايه برضه. طب ليه قال هنا ابن يعقوب وما قالش فان انكروا ملك يوسف بيننا؟ ليه ما قالش يوسف زي ما هو قال هنا موسى؟ لان سيدنا يوسف اب نبي ابن نبي، فده كسره بقى للشرف وللرفعه. يعني سيدنا كان ممكن يقول يوسف بس ما كناش هنعرف ان يوسف نبي ابن نبي، فراح قايل ابن يعقوب عشان يدل على شرف سيدنا يوسف وشرف المصريين ان عاش عندهم نبي ابن مين؟ ابن نبي، وده بيزيد من شرف سيدنا يوسف وشرف لنا احنا برضو كمصريين. فموسى على ما انكروا شاهد بره، فهنا شبه سيدنا يوسف او صور سيدنا يوسف بالشاهد الذي يشهد على مكانة وعظمة ايه مصر، وكل ده في تعظيم لمكانة ايه مصر سواء. وطبعا ما الموصولة هنا بتفيد العموم والشمول، زي برضو ما هنا برضو بتفيد العموم والايه والشمول. بنينا طبعا احنا كلنا كمصريين، هنا الجمع هنا بتدل على الوحدة الوطنية برضو، على آداب عيسى وأحمد منازل. هو شبه اداب شبه المبادئ والقيم والشريعه اللي احنا اتعلمناها من سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا محمد. طبعا كلمه احمد هنا المقصود بها سيدنا محمد لانه كان من اسمائه احمد. فهو بيشبه هنا المبادئ دي بالاساس اللي احنا بنينا عليه مجد ورفعه، اساس قوي متين. يبقى شبه المبادئ هنا بالاساس القوي الذي بنينا عليه مراتب ايه للعز والرفعه والايه والشرف. وشبه كمان العز بشيء يبنى، وشبه منازل العز بشيء ايه يبنى. ورجع لكم تاني نكمل النص. فنحن على الانجيل والذكر امة يؤيدها الانجيل بالحق والذكر، فلن تستطيع الدهر تفريق بيننا، وان جر قوم بالوشاية ما جروا، اذا ما دعت مصر اليها ابنها نهض لنجدتها سيان مرقص او عمرو، الم ترنا في كل عيد وموسم حليفي ولاء لا جفاء ولا هجر. ولاء لا جفاء ولا ولا هجر. الشاعر بيكمل النص وبيقول فنحن على الإنجيل والذكر أمة. طبعا كلمة الإنجيل هنا هو كتاب سيدنا عيسى عليه السلام، الكتاب اللي هو كتاب المسيحيين اللي هو نزل على سيدنا عيسى عليه السلام، والذكر اللي هو القرآن اللي نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى الإنجيل المقصود به كتاب عيسى، الإنجيل كتاب عيسى عليه السلام، والذكر هو القرآن الكريم اللي هو كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن على هذا الكتاب، فنحن تربينا على كتاب سيدنا عيسى. مش احنا قلنا الوقت ان احنا بنينا على آداب عيسى وأحمد منازل عز، برضو احنا تربينا على الانجيل، ده نفس الكلام اللي يقصده، تربينا على كتاب سيدنا عيسى الانجيل والمبادئ اللي جاء بها الانجيل والمبادئ التي جاء بها القرآن الكريم. فنحن أمة تربت على الانجيل والذكر يؤيدها يعني يقويها الانجيل بالحق والذكر، يؤيدها الانجيل بالحق والذكر يعني بيقويها الانجيل بكلام الله الحق وكمان الذكر اللي هو القرآن الكريم. يعني احنا أمة اتربت على القرآن والانجيل وهم دول الكتابين اللي بيقووها وبيقووا قوة ايه ايمانهم سواء المسيحيين او المسلمين. فلن تستطيع الدهر تفريق بيننا، عمرك ما هتقدر يا اللي عايز تفرق بين المصريين، عمرك ما هتقدر تفرق بينهم طول الدهر يعني طول الزمن. فلن تقدر الدهر يعني طول الزمن، عمرك ما هتقدر طول الزمن تفريق بيننا، انك تفرق بيننا. تفريق يعني تشتيت، انك تشتت بيننا او تفرق ما بيننا احنا كمسلمين او مسيحيين. الكلام ده كله للاعداء اللي بيحبوا يفرقوا ما بين الايه اللي بيعملوا فتنه ما بين المسلمين والمسيحيين. فلن تستطيع، الكلام ده متوجه ليه؟ مش هتقدر، لن تستطيع اسلوب نافي، مش هتقدر انك تتفرق بيننا. وان جر قوم بالوشاية ما ايه ما جروا، وان جاء قوم او افتعل قوم بالوشاية يعني النميمة والوقيعة ما بين المصريين، وإن جر قوم
بالوشاية ما ما جر وجر، يعني سعى قوم بالوشاية والنميمة والوقيعة ما جر، يعني ما سعى، يعني لو قدروا قعدوا يتعبوا ويوقعوا بينا ويجيبوا وقيعة ونميمة وينقلوا من هنا ويودونا ويعملوا فتنة من هنا، والمسلمين قالوا عليكم والمسيحيين قالوا عليكم، مش هتقدروا أبدا ان انتوا تفرقوا بيننا احنا كمسلمين ومسيحيين. ليه؟ لان احنا بيجمعنا قلب، وبيجمعنا وطن، وبيجمعنا اب النيل، وبتجمعنا ام وهي مصر. كل ده بيجمعنا، كلنا بنجتمع على حب ايه؟ مصر. وبيجمعنا كتاب الله، كتاب الانجيل وكتاب القران الكريم، متربيين عليهم فمقويين ايماننا كويس قوي، وعارفين يعني ايه وطن ويعني ايه حب وطن. اذا ما دعت مصر ابنها اليها ابنها نهضه، يعني مصر مجرد ما تتحط في ازمه وتشاور لأي حد من ولادها ابنها بينهض، ينهض يعني يقوم بسرعة، قام مسرعا، نهض يعني قام مسرعا. لو مصر حصل لها أي حاجة لا قدر الله، وبتدعو أبنائها في دايما ولادها بيجروا عليها وبينهضوا إليها وبيلبوا النداء. إذا ما دعت، إذا ما طلبت، إذا ما طلبت مصر إليها ابنها نهض لنجدتها سيان مرقص او ايه او عمرو. طبعا ما هنا زائده للتوكيد، اذا ما دعت مصر اليها ابنها نهضه لنجدتها، يعني لانقاذها لو لا قدر الله مصر بيأتيها العدو. طبعا احنا عارفين ان مصر يا قصه كفاح شعب مصر، وانتوا اخذتوها سنه تانية. مصر كل ما كانت تدعو ابنائها كان دايما ابنائها بيلبهم وبينقذوها من الايه؟ من الاعداء. يبقى اذا ما دعت مصر اليها ابنها نهضه لنجدتها، يعني لانقاذها، سيان متساويان ومتشابهان. سيان يعني متساويان ومتشابهان، سواء مرقس او عمرو. وطبعا مرقس هنا بتدل على المسيحي، يعني انسان مسيحي، سواء هو كان مسيحي او عمرو اللي هو بيدل على انسان مسلم، سواء مسلم او مسيحي، ده اللي يقصد بيه. الاسماء هنا من ليست الاسماء الاصليه، ولكن مقصود بها مرقس مقصود بها المسيحي، والعمر مقصود بها المسلم. يبقى اذا ما طلبت مصر اليها ابنها، وكلمه اليها هنا متقدمه، هنا الجر والمجرور للتوكيد، مقدمين الجر والمجرور ايه؟ للتوكيد والتخصيص يا جماعه، يبقى للتخصيص والتوكيد. إذا ما دعت مصر إليها ابنها نهض، يعني قام مسرعا لإنقاذها، متساويان المسلم والمسيحي، المسلم والإيه؟ والمسيحي، تمام؟ هو هنا بدأ بالمسيحي، مسيحي أو مسلم، يعني مرقس أو عمرو، تمام؟ أي ما مجرد ما تطلب كل بيلاد من النداء، ما بيفكرش هو عايزة مسلم ولا عايزة مسيحي. ألم ترنا، طبعا ده أسلوب استفهام برضو إنكاري، بينكر الاستنكار والتوبيخ. يعني ألم ترنا في كل عيد وموسم، أو التقرير يعني بيقول له أنت ما بتشوفناش، أنت ما بتشوفناش في كل عيد وفي كل موسم حليفي متعاهدين مع بعض، بنكمل بعض، سواء في عيد الفطر المسيحيين بيشاركونا احنا كمسلمين، واحنا في اعياد شم النسيم وفي اعياد السنه الجديده اللي هو يوم القيامه والكلام ده بنشارك المسيحيين في اعيادهم. الم ترنا في كل عيد وموسم، سواء في عيد سواء في موسم، هتلاقينا دايما كلنا متجمعين حليفي، يعني متعاهدين، حليفي يعني متعاهدين مع بعض، متعاهدين، ولاء يعني حب ومودة دايما بيننا وبين بعض، ولاء وحب ومودة، وبنجامل بعض وبنبارك لبعض وبنهني بعض بأعيادنا. لا جفاء، جفاء يعني خصام وكره وعداوة، ولا هجر برضو يعني خصام وكره وعداوة، يعني الاثنين ده هم بينهما ايه؟ ترادف، يقوي المعنى ويوضحه، تمام يا اولاد؟ فهو بيقول له الاستفهام هنا غرض التقرير. في اغراض كتير للاستفهام يا اولاد بتتعرف لما طبعا لما تروحوا برضه في ثانوي هتعرفوها ان شاء الله. هي هنا بيقول للتقرير، الاستفهام يكون للتقرير وممكن يكون للتوبيخ والاستنكار، بس هو هنا معناه التقرير، يعني هو بيقر ان انت ما بتشوفناش في كل عيد وفي كل موسم، هنا اقرار ان احنا بنبقى مع بعض كده متعاهدين مع بعض، بنبارك لبعض وبنهني بعض وبنحب بعض وبنتعاون مع بعض. لا خصاء، لا جفاء ولا هجر، يعني ما بنكونش متخاصمين ولا بنكون هاجرين بعض ولا بنكون زعلانين مع بعض، بالعكس بنكون بنحب بعض. طبعا ده كله بيدل على الوحده الوطنيه، وان الوحده الوطنيه بيننا وبين بعض كمصريين
كبيره جدا جامده جدا، محدش هيقدر ان شاء الله ياثر علينا. طيب ايه الجماليات اللي موجوده؟ الجماليات اللي موجوده طبعا كلمه نحن يعني ده بيدل على اننا كلنا، بيدل على الوحده الوطنيه وان احنا كلنا كمصريين. هو الشعب ما بيتكلمش عن نفسه ولا بيتكلم عن حد تاني، بيتكلم على المصريين عامه. احنا كلنا على الانجيل والذكر تربينا، وشبهنا الانجيل والذكر كده بشيئين ماديين يقويان مصر ويقويان الوحده الوطنيه بين الايه، بين المصريين. فلن تستطيع الظهر تفريق بيننا. طبعا ده هنا اسلوب نفي بينفي ان العدو ما يقدرش ينفي، ويدل او تعبير اسلوب نفي يدل على عدم مقدره العدو التوقيع بين المصريين او التفريق بين المصريين. وان جر قوم بالوشايه ما ايه، طبعا اذا ما دعت مصر اليها ابنها نهضه، احنا قلنا ما هنا زائده للتوكيد، وشبهنا مصر هنا بالام اللي بتدعو ابنها، ويعني كلمه ابنها دي هنا تصوير للام بمصر بالام التي تدعو ابنها. وطبعا كلمه نهضه دي نتيجه لما قبلها، يعني اذا دي نتيجه الشرط او جواب الشرط، اذا ما دعت مصر اليها ابنها عمل ايه؟ نهضه، ده اجابه الشرط. ودايما جواب الشرط بيكون نتيجه لما قبله، وده بيدل على سرعه استجابه المصريين لنداء مصر وتلبيه المصريين لنداء مصر بسرعه، وان وسيانة منقوص او عمرو هنا بيدل على الوحده الوطنيه بين المسلمين والايه والمسيحيين، وان المسلم مصر ما بتفرقش ما بين المسلم ولا المسيحي، ولا المسلم والمسيحي بيفرقوا وبيتعاملوا مع مصر ان هي ود وطنهم. طبعا الم ترنا هنا اسلوب استفهام غرضه التقرير، الم ترنا، وطبعا التعبير بالفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار، اي فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار، والتعبير بالفعل الماضي دعت مصر، طلبت مصر هنا، اذا ما دعت مصر، والفعل الماضي هنا التعبير بالفعل الماضي يفيد الثبوت والتحقق، يعني حاجه فعلا حصلت وتحققت، انما الفعل المضارع هنا يفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصوره. كل هنا طبعا بتفيد العموم والشمول، كل عيد وكل موسم ايا كان العيد والموسم، حليفي ولاء لا جفاء ولا هج، جفاء وهج بينهما ترادف، وولاء وجفاء بينهما تضاد، ولاء وجفاء بينهما ايه؟ تضاد، يقوي المعنى ويوضحه، تمام؟ والنفي هنا تكرار النفي يفيد التوكيد، يفيد ان عدم العداوه بين المصريين، بيأكد على ان مفيش عداوه بين المصريين، بالعكس في حب واخاء وموده وعطف بين الايه؟ المصريين وبعض. طيب كلمه امه، لما يجيب لي كلمات ويقول لي لما جاءت هذه الكلمه نكره، كلمه امه جاءت نكره ليه؟ امه، نحن على الانجيل والذكر امه، امه تربط على الانجيل والذكر، يبقى فيها تعظيم، يبقى الامه هنا اجت نكره للتعظيم، تمام يا اولاد؟ وان جرى قوم، قوم اجت هنا نكره ليه؟ تفيد العموم والايه؟ والشمول، ايا كان القوم دول وايا كان هم مين، مهما عملوا مش هيوصلوا للي هم ايه؟ عايزينه. تمام يا اولاد؟ انا بيتهيأ لي يعني الله اعلم، انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اجيب الجماليات اللي موجوده، اكتر الجماليات اللي هنا موجوده بتدل على الوحده الوطنيه بين المصريين، وعدم التفرقه بين المصريين، وقوه المصريين، وعدم تمكن العدو من المصريين، والمجد والرفعه للمصريين، والشرف للمصريين. فهو الشاعر كده كلمنا على حب مصر، وان احنا امه واحده متوحدين. يا رب اجعلنا دايما كده يا رب في وحده دائمه، في حب دائم، الى ان تقوم الساعه، بين المصريين والمسيحيين. احنا يا جماعه بين المسلمين والمسيحيين، احنا مصريين في الاول وفي الاخر، هو ده اللي الشاعر كان عايز يقوله، هو ده نصح في حب مصر. ارجو ان انا اكون سهلت لكم شويه، طبعا النص كبير وانا حاولت على قد ما اقدر ان اقول بسرعه جدا عشان خاطر وقت الفيديو، لان هيبقى طويل جدا. ارجو ان انتم تكونوا فهمتوه. لو عجبكم بقى الفيديو لايك للفيديو، واشتراك للقناه لو كنت لسه ما اشتركتش، وعايزه بقى تعليق حلو كده وادعوا لي ربنا كده يبارك في الوقت كده، وان شاء الله ننزل كل اللي انتم عايزينه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.